مراسل قناة سهيل استطلع عددا من آراء الحاضرين حول الشهيد بحاج ودوره في خدمة المحافظة والدفاع عن الوطن. أتابع. في البداية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات راعي هذا الحفل فخامة الأخ المشير عبد الرحمن منصور هادي رئيس الجمهورية الذي تشرف برعايته لهذا الحفل وفاء وعرفانا منه ومن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة شبوة بالدور الوطني الكبير الذي لعبه الشهيد المحافظ أحمد علي بحاج في خدمة المحافظة شبوة على كل المستويات الإدارية والخدمية والأمنية خلال فترة عمله منذ كان وكيلا ثم محافظ حافظا حتى رحل شهيدا دافعا عنها. اليوم يجتمع مئات أو عشرات أو آلاف محبي الفقيد بأجسادهم ولكن يتوحدون بمشاعرهم وحزنهم على فقد أحد أبرز أو أهم أعلام المحافظة على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والنضالية. لقد عاش الفقيد فترة من فترات حياته قائدا في هذه المحافظة، كانت هذه الفترة هي الأهم والأصعب والأكثر تعقيدا من أي فترة أخرى. تأتي ذكرى استشهاد الشهيد المحافظ أحمد علي بحاج ونتذكر معها مآثر الشهيد في الجانب ميادين البطولة والشرف وفي الجانب الإداري وفي الجانب الإنساني، وحيثما ذهبت إلى أي مجال من المجالات تجد مآثر الشهيد عليه رحمة الله وبصماته واضحة وجلية لا ينكرها إلا جاحد. الشهيد أحمد علي بحاج في فترة عمله بمحافظة شبوة بمناقب كثيرة، من أهمها أنه كان مهتم بالتعليم، كان مهتم بالشباب، كان دائما أول سؤال يسأله أي شاب يلقاه ماذا تتلقى من علوم. عمل جاهدا خلال فترة حياته على أن يرفع نسبة حضوره في المشاريع التنموية والتعليمية والخدمية في محافظة شبوة على الرغم من الصعوبات التي كانت في فترة أو في زمن وجوده في محافظة شبوة. كثير من المواطنين يشتكون عدم الاستقرار في الأمن، الكهرباء، المياه وغيرها من الأمور التي كان فقيدنا يهتم بها ويجعلها في أولويات عمله. نحن نريد من المحبين ومن الأتباع ومن الذين حضروا من المسؤولين وغيرهم أن يكملوا هذه المسيرة. بحاج رحمة الله عليه عندما جاءت هذه الميليشيات حمل سلاحه دفاعا عن هذه المحافظة، عندما اختار البعض الوقوف إلى جانب هذه الميليشيات شبوة بتعقيداتها لم تجتمع على شخص مثل بحاج.